قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذه سورة سورة المجادلة يقال المجادلة والمجادلة أما المجادلة فهي المحاورة التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المرأة التي ظاهر منها زوجها وهي خولة بنت ثعلبة هذه سورة أولها له سبب نزول وهو أن رجلا من الصحابة يقال له أوس بن الصامت غاضب امرأته فظهر منها قال لها أنت علي كظهر أمي فجزعت كيف يظاهر منها وقد نثرت له ما في بطنه وهو شيخ كبير وبها حاجة إلى أن يقوم على أولاده ثم إنه ذهب إلى قومه ثم عاد إليها فأرادها عن نفسها فقالت والله لا تصل إلي وقد ظاهرت مني حتى أرفع أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فشكوت أمري إلى إحدى جارتي فأمرتني أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعرت منها ثيابا فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قالت فقلت يا رسول الله إن لي منه عيالا إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا وإني يا رسول الله نثرت له بطني وأكل شبابي وإنه ظاهر مني وكان ظهار في الجاهلية يعد طلقا فظنت خولة بنت ثعلبة أن هذا طلاق ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحي فما زالت تحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه حتى أنزل الله عز وجل عليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يعني تم سماع الله قد يقول العلماء إنها للتحقيق أي تحقق سمع الله عز وجل لقول تلك المجادلة قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي في أمر زوجها عندما ظهر منها وزوجها هو أوس ابن الصامت وتشتكي إلى الله ما آل إليه أمرها لأنها ظنت أنها قد حرمت عليه تحريما مؤبدا والله يسمع تحاوركما يعني حوارك لها يا رسول الله وحوارها لك وحوارك لها إن الله سميع بصير فجمع السمع والبصر فهو قد سمع وأبصر فانظر عندما ترى هذه العوالم الهائلة لكنها في علم الله وفي سمعه ليست بشيء فالله محيط بها ومدرك لها ولا يخفى عليه من عباده خافية لا سمعا ولا بصرا قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم هذا هو جواب سؤاله يعني من ظاهر منكم أيها المؤمنون من امرأته ها فقال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي لأنه لا فرق شبهها بمن تحرم عليه أو قال كبطن أمي أو كبطن أختي سواء متى شبهها بمن تحرم عليه صار الحكم واحدا وهو الظهار قال ما هن أمهاتي هذا الذي قالوه كذبوا فيه ليسوا
هؤلاء أمهات لهم، بل هن زوجات قد أحلهن الله لهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمك التي ولدتك وهذه المرأة التي عندك لا يمكن أن تكون أما لك، فإذا قلت أنت علي كظهر أمي فأنت قلت شيئا غير الذي شرعه الله وغير الذي قدره الله. ولذلك إن هنا بمعنى ما، وكثيرا ما تأتي إن في القرآن بمعنى ما. قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي هذه الكلمة التي تفوهوا بها منكر وزور. منكر لأنها إثم لا يليق بالمؤمن أن يقوله أو يتفوه به، حرام يقول الإنسان كلمة الظهر، هي من المحرمات ولذلك يجب فيها التوبة. وزور منحرف من القول، مائل عن جادة الصواب، كيف تشبه من أحل الله بمن حرم الله؟ قال الله عز وجل وإن الله لغفور رحيم، أي إن تبتم إليه وعدتم إلى جنابه واستغفرتموه غفر لكم ورحمكم. أستغفر الله، أستغفر، نعم. وإن الله لعفو غفور، عفو يعفو عما جرى منكم إن استعفيتموه، ويغفر أن يستر. فالعفو كما يقال عفت الريح الأثر، يعني طمسته ومسحته، فهو يمسح ذلك. طيب وهل يمسحه فلا يحاسبك عليه لكن يفضحك به؟ لا، هو غفور، أي يستره، يسترك فلا يفضحك بذنبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم، أي هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم فيشبهون نسائهم بأمهاتهم بكلمة الظهار التي هي أنت علي كظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون للشيء الذي حرموه على أنفسهم وهو الجماع، يريدون العودة إلى الجماع، يريدون العزم على الجماع أو العودة إليه وهو الذي حرموه على أنفسهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، يجب عليهم أن يحرروا رقبة من قبل أن يمسها زوجها، يعني من قبل أن يجامعها، فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر. وهذه الكفارة أول واحد أن يعتق رقبة. وهل الرقبة مطلقة أو مقيدة؟ الصحيح أن الرقبة هنا مطلقة محمولة على المقيدة في آيات أخرى كما في آية كفارة القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحمل المطلقة هنا على المقيدة، هذا هو الصحيح. ولأن معاوية بن الحكم لطم جارية له فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هي؟ فجاء بالجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء وأشارت بأصبعها، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل ذلك على أن من شرط العتق أن تكون النفس المعتقة مؤمنة. قال من قبل أن يتماس، يشترط لصحة هذه الكفارة أن يكون قبل التماس. قال ذلكم توعظون به، أي تخوفون به، لأن مثل هذا الأمر يخوف الإنسان من الوقوع في الفعل، فالموعظة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل لأنها عقوبة بالغة تردع الإنسان عن الوقوع في مثلها. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. لاحظوا الآن سنلاحظ أن الكلام كله يدور حول علم الله، بما تعملون خبير، فهو سبحانه وتعالى ذو خبرة، والخبرة هي الدقة في معرفة الأشياء. يقال فلان خبير في هذا الشيء، أي يعرف هذا الأمر بدقة وخفاء. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، أي فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين كاملين متتابعين يوما إثر يوم. فلو صام 59 يوما ثم أفطر اليوم الأخير لزمه أن يعيد الشهرين لأنه ما قام فيها التتابع. ويستثنى من التتابع ما يستثنى في الصيام الواجب الذي هو فريضة الله على عباده، السفر والمرض والحيض والنفاس والعيد وكل ما يمنع ويقطع الصيام الواجب فإنه يكون كذلك، لأن صيام الكفارة لا يمكن أن يكون أعظم من الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماسا،
من قبل أن يمسها ويقربها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال في الثانية فمن لم يستطع، أو قال في الثالثة فمن لم يستطع، وقال في الثانية فمن لم يجد. لماذا؟ لأن الرقبة ما يقال فيها الاستطاع، يقال فمن لم يجد، سواء لم يجد الرقبة أو لم يجد ما يحصل به الرقبة، كما هو الآن في عصرنا أصبحت الرقبة يعني شبه عديمة. وفي الصيام لم يقل فمن لم يجد، وإنما يقول فمن لم يستطع، لأنه معلق بالاستطاعة. وكيف نعرف الاستطاعة؟ هذه يوكل أمرها إلى صاحبها. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإن قال لا والله لا أستطيع، أنا أعرف بنفسي، فهذا يدين، يعني هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكنه يجب عليه أن يتقي الله، فإن كان مستطيعا لم تبرأ ذمته، لأن الله أوجب عليه في كفارة الصيام. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، يعطي كل واحد نصف صاع من بر أو من طعام البلد، أو يأتي 60 مسكينا فيغديهم ويعشيهم، أو يغديهم أو يعشيهم. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي فرضنا عليكم هذه الفرائض، وأوجبنا عليكم هذه الواجبات، وحرمنا عليكم هذه المحرمات، ليكون ذلك ضريبة إيمانكم وزيادة في إيمانكم بالله ورسوله. قال الله عز وجل وتلك حدود الله، هذه أمور حدها الله، فلا يجوز لكم أن تتعدوها أو تتجاوزوا فيها. فمن حدود الله ألا تتلفظ هذه اللفظة التي تقول فيها لامرأتك أنت علي كظهر أمي، هذا حد من حدود الله ما تتجاوزه. ومن حدود الله أنك إذا قلت ذلك وجب عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين كاملين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا، هذه حدود الله، فإياك أن تنتهكها أو تتعداها. قال الله عز وجل وللكافرين عذاب أليم. قال بعض العلماء إنما ذكر الكافرين لئلا يقال هذه عقوبة في حق من آمن، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم أيها المسلمون، طيب الكفار هؤلاء يظاهرون ماذا يصنع لهم؟ قال هؤلاء لهم عذاب أليم، هؤلاء ما تنفع معهم الحدود ولا تنفع معهم هذه العقوبات لفقدانهم لأصل الإيمان. قال وللكافرين عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله، هذا تهديد في ترك حق الله والاستهانة بحدود الله. انتبهوا أن تقولوا سنقول هذه الكلمة، وإذا قلناها سنعود إلى زوجاتنا دون أن نكفر، فهذا من محادة الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله يكونون في حد، والله ورسوله في حد. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا وأذلوا كما أذل الذين من قبلهم من الأمم السابقة. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات لمن كان له بصر وعنده عقل، ليس فيها ريبة، فيها بيان حدود الله، وفيها عقوبة من تعدى حدود الله. وللكافرين عذاب مهين، أما الكفار فلهم عند الله العذاب المهين الذي فيه غاية الإهانة والذل. يوم يبعثهم الله جميعا، أي أذكر يوم يبعثهم الله جميعا، يبعث الله العباد جميعا فينبئهم بما عملوا. رجعنا إلى موضوع السورة الذي هو إيش؟ العلم الإلهي. فينبئهم بما عملوا، ينبئهم به لأنه كتبه عليهم قبل أن يخلقهم، ثم كتبه عليهم بعد أن فعلوا، وما كان شيء منهم إلا بعلمه. فينبئهم بما عملوا، ثم يقول الله كلمة عظيمة، والله إنها لتهز الوجدان، أحصاه الله ونسوه. ما رأيك يا أخي لو أنك تذكرت أن كل ما مضى منك في عمرك 20، 30، 40، 50 عاما كله قد أحصاه الله عليك، وأنت قد نسيت أكثره، ولا تكاد تذكر منه إلا ملامح قليلة جدا. فإذا جئت يوم القيامة وإذا بسجلاتك مد البصر فيها جميع أعمالك وذنوبك وسيئاتك وخطاياك ما يغادر الله منها شيئا. ثم أكد ذلك بقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يغيب عليه شيء ولا يخفى عليه من أمر عباده ومخلوقاته شيء. وقوله ألم تر، الرؤية يمكن أن تكون بصرية، ويمكن أن تكون علمية، ويمكن أن تكون حلمية، يعني رؤية الحلم تقول رأيت فيما يرى النائم، يعني في المنام، ويمكن أن تكون
بصرية تقول رأيت فلان يمشي، ويمكن أن تكون علمية تقول أرى أن الواجب كذا وكذا. ما معنى أرى؟ أي الرؤية هنا علمية. فهنا قوله ألم ترى أن الله يعلم من أيها، هل هي رؤية بصرية؟ علمية. يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، لأن ما تدل على العموم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما يكون من نجوى، من هنا جاءت للتدقيق في العموم، لاستغراق جميع أفراد هذا الأمر. أي نجوى قليلة كانت أو كثيرة، خافتة أو مجهورة، عرف الناس أمرها أو لم يعرفوه، بين أي عدد من الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم معهم سبحانه بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني من شدة علمه بما يكون بينه، وأنه لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وأنه أقرب إليه إلى المتحدث منهم من المتناجين، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والعجيب أن هذا المعنى جاء في سورة الواقعة وجاء في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وجاء في هذه السورة فقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ومعية الله عز وجل كما ذكرنا نوعان، معية عامة لعموم الخلق كهذه الآية، ومعية خاصة وهي التي تكون لعباده المؤمنين، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية هي المعية التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء والرعاية، أما المعية العامة فهي تقتضي إيش؟ العلم والسمع والبصر والإحاطة، ولا يقصد بها الرعاية والحفظ والكلاء والنصر والتأييد إلى آخره. قال الله عز وجل إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان كانوا، في على رأس جبل ولا في نفق في أو في سرب في الأرض. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما هي العبرة في كونه أيضا كتب وأحاط بذلك علما؟ بل إنه سيبعثهم يوم القيامة فينبئهم بجميع ما عملوا، كما قال قبل قليل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه، الإحصاء هو العد الشديد، العد الدقيق الذي لا يغادر من المحصى شيئا. قال جل وعلا إن الله بكل شيء عليم. هذا هو الذي أكد لنا أن معنى المعية هو العلم، لأن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فلما قال ألم ترى أن الله يعلم ثم قال إن الله بكل شيء عليم، علمنا أن معنى قوله وهو معكم إلا هو معهم أينما كانوا أنها معية العلم والإحاطة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن الندوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. سؤال، ما الذي جاء بأمر النجوى؟ ألم نقل إن السورة تتحدث عن علم الله، وعلم الله يظهر فيما هو معلن ومجهور به أو فيما هو يستخفى به ويناجى به؟ طبعا لا شك أن علم الله عز وجل يظهر في كليهما، لكن إذا أردت أن تستدل على تمام العلم فإنك تذكر ماذا؟ لا تذكر الخفي، ولذلك جاء الحديث عن الخفي، وجاءت هذه السورة في حديث عن أمر خفي، وله مناسبة بسبب نزول السورة، فإن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحاوره وتناجيه، فكانت تشتكي إليه عليه الصلاة والسلام وتقول إن زوجي وابن عمي قد ظاهر مني، وإن لي منه عيالا انضممتهم إليه ضاعوا وانضممتهم إلي جاعوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني قد حرمت عليه يا خويلة، لأنه ما كان عنده شيء في هذا الأمر، فأنزل الله عليه الوحي وبين لها المخرج وهي الكفارة. قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. قيل إن هذه الآية نزلت في جمع من اليهود، كانوا إذا خرجت سرية من المسلمين فمر بهم أحد المسلمين ممن له غريب في السرية بدأوا يتحدثون ويشيرون إليه كأنهم يريدون أن يلقوا الرعب في قلبه، وكأنه قد بلغهم خبر عن تلك السرية أنه قتل فيها قريب هذا الرجل، فأصبح المسلمون يتضايقون من هذه التصرفات فشكوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية
وهذا ذكره المفسرون الله أعلم بصحته، لكن أسباب النزول نستفيد منها في بيان المعنى وإيضاحه لكنها لا تؤثر كثيرا. قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يرجعون إلى ذلك الشيء الذي نهوا عنه من النجوى المحرمة، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يتناجون بالإثم وهو ما حرمه الله، والعدوان وهو العدوان على عباد الله، ومعصية الرسول ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإن قيل أليس معصية الرسول هي من الإثم؟ قلنا نعم، ولكنها خصت تشريفا وتكريما لما يأمر به رسول الله أو ينهى عنه، فإن المخالفة فيه عظيمة ولها من الحق والجزاء مثل الذي نهيتم عنه في كتاب الله أو عصيتم فيه من أمر الله جل وعلا. ولاحظوا أنها كتبت معصية إخواني بالتاء المفتوحة، وهذه التاء إذا وقفنا عليها نقف عليها بالتاء، فنقول أي نعم، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية، إذا وقفنا عليها نقف بالتاء. فإن قلت هل يصح هذا؟ نقول نعم، هو من كلام العرب يقفون أحيانا على الهاء المربوطة بالتاء، ومنه قول مثلا رجال الهيئة عندنا صلاة الصلاة، ويقول الناس عندنا أدينا الزكاة بالتاء وهي هاء مربوطة. قال الله عز وجل: وإذا جاءوك، هذا يدل على أن هذه حدثت بالمدينة، قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، أي سلموا عليك سلاما لم يشرعه الله لك ولم يحييك به الله، بل هو سلام مدسوس منحوس يريدون به تفريغ شحنات العداوة والكراهية التي في قلوبهم عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون: السلام عليك يا محمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، لكنه لما أوتي من سعة الحلم عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم، يعني هذا الذي أعطيتمونا إياه نرده عليكم، إيش هو طيب ولا خبيث سيرجع عليكم. فكانت عائشة تسمع وبما فيها من الشباب وقلة الحلم، لأنها ليست في مثل حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: عليكم السام والذام واللعنة. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء لزانة. تقول: يا رسول الله ألا تسمع إلى ما قالوا؟ فيقول: ألم تسمع إلى ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، معدن الخلق والكرم والصفاء والنقاء والحلم وسعة الصدر، حتى مع هؤلاء الأنذال الأرجاس قتلت الأنبياء. قال الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم: نحن الآن نقول هذا لمحمد، فلو كان محمد رسول من عند الله لعذبنا الله بقولنا له: السلام عليك يا محمد. إذن نحن على الحق، وليس هذا برسول من عند الله، لأنه لو كان رسولا من عند الله لأنزل الله علينا عقوبة، فلما لم ينزل دل ذلك على أنه ليس رسولا وأننا على حق عندما دعونا عليه، وهذا من جهلهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد جرت عادته أنه يمهل ولا يهمل، وأنه قد يستدرج الظالم حتى يوقعه في عاقبة معصيته، نسأل الله العافية والسلامة. حسبهم جهنم يصلونها، يقول الله عز وجل: كافيتهم جهنم سيأتيهم عذاب لن يصبروا عليه وسيستغيثون من هوله فبئس المصير، أي بئس المرجع، ذلك المرجع الذي يؤولون إليه. ثم قال الله عز وجل للمؤمنين موجها ومربيا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا تخاطبتم فيما بينكم وأسر بعضكم إلى بعض حديثا، أو كنتم في مجلس خاص بكم تتناجون وتتحدثون، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إياكم أن يكون تناجيكم في شيء من هذه الأمور الثلاثة: الإثم كالغيبة والنميمة والحسد، ويعني الاستخفاف بالمسلم والتحقير له وإشاعة المنكر أو الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قذف المؤمنات المحصنات الغافلات وكلمات السحر، كل هذا إثم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، العدوان الذي هو الاعتداء على الآخرين والظلم لهم
كان تنتقص من عرض أخيك أو تعين على أذى أخيك، هذا عدوان. ومعصية الرسول هذا تخصيص بعد تعميم ببيان أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خارجة عن ذلك. ولعل التنصيص عليها إنما كان بمناسبة أنه عصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة من هؤلاء الذين يتناجون فيزعجوهم بمناجاتهم نهاهم عن التناجي فلم يستجيبوا، فقال الله عز وجل ومعصية الرسول، ثم أعطاهم البديل قال وتناجوا بالبر والتقوى، تناجوا بطاعة الله والتناهي عن الدخول في الآثام، يعني تناجوا بما يزيدكم برا وتقوى لله عز وجل. تناجوا يا أخي، ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف بالصدقة بالخير، ليقول أحد منكم حديثا أو آية، أو ينصح أصحابه أو إخوانه في أمر من أمور الخير، أو ينهاه عن أمر من أمور الشر أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. والبر والتقوى إذا اجتمع في القرآن دل البر على الطاعة والتقوى على اتقاء المعصية، أما إذا جاءت التقوى وحدها أو البر وحده فإنه يدل على الأمرين. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي خافوا من الله الذي سيكون حشركم ومآلكم إليه. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحصل بالنجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذه النجوى ما يوحيها إليكم ويزينها في صدوركم إلا الشيطان، فهي من الشيطان ومن وحيه ومن إملائه ووسوسته، فإياكم أن تستجيبوا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومؤدبا أصحابه وأمته إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا كنت في مجلس أنت صاحبك ومعكم ثالث لا تحدث صاحبك نجوا يعني سرا تخفيه عن الثالث، لأن ذلك يوقع في قلبه شرا وأذى، معنى ذلك أن هذين يتأمران علي، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل، تتحدثون بحديث يسمعه الجميع ويفهمه الجميع. ومثل أن يتحدث اثنان بلغة يخفيانها عن الثالث فإن هذا مثل النجوى، ما الفرق؟ فيقال لا تحدثوا بلغة نفهمها جميعا، إلا إذا اختلطتم بالناس وصار هذا الشخص معه آخرون أو تفرقتم فلكم ذلك. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، من أجل أن يصيب المؤمنين بالحزن فيحزن ويصيبهم كثير من الأذى النفسي. قال وليس بضارهم شيئا، يعني هذه النجوى لا تضرهم شيئا. لماذا؟ لأن ما يقدره الله سيكون، فالنجوى لا تقدم من قدر الله ولا تؤخر من قدر الله شيئا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله بشيء من الضرر ينزل به، وإلا فلا يكون من أصل النجوى ضرر، إنما النجوى إنما الضرر يكون بأمر الله عز وجل. ولذلك أمرهم بأن يعتصموا بالتوكل، قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليتوكلوا عليه وحده ويلوذوا بجنابه ولا يخافوا أحدا سواه، وأن يطرحوا هذه الأحاسيس وهذه الأحزان وهذه الظنون التي يتوقعون أن تصل إليهم من النجوى. لا توكل على الله، لا تبالي، إذا رأيت الناس تخطط وتدبر من أجل أن تكيد لك وتعتدي عليك اعلم أنه لن يصل إليك من عدوانهم ومكيدتهم إلا شيء قد شاء الله عز وجل أن يصل إليك. توكل على الله وامضي لما أمرك الله ولا تبالي، فإنه لن يقع إلا ما قدره الله. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين.